فيما يعد رقما قياسيا منذ بدء تفشي جائحة كورونا في البلاد قبل أشهر، سجلت الولايات المتحدة 60209 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين. وبالتزامن أكد متحدث أممي أن الولايات المتحدة أغطرت الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من منظمة الصحة العالمية. اتهم النائب الإيراني جواد كريم قدوسي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس والتسلل والتورط في انفجار منشأة نطنز من دون أن يقدم أدلة تثبت مزاعمه. وقال لوكالة أنباء البرلمان الإيراني إن واقعة نطنز حدثت بسبب المعلومات التي جمعها المفتشون، وانتقد استمرار بقاء إيران في البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.